مسابقة لاختيار ملكة جمال طيور الحمام في عمان. نعم، هذا الخبر صحيح. تنافس نحو 800 من طيور الحمام على الفوز بلقب ملكة جمال الحمام خلال مسابقة نظمت في العاصمة الأردنية عمان يوم الجمعة الماضي. وهذه أكبر مسابقة لجمال الطيور الحمام في المملكة الأردنية منذ تأسيسها قبل 3 سنوات. اشارك فيها 500 شخص من المربين، وحضرها 1500 زائر، ألاحت قول المنظمين.